السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأجيل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي إلى موسم الانتقالات الشتوية الميركاتو الشتوي. هتقول لي جبت الكلام ده منين؟ اسمع مني وخد الخلاصة وشوف بكرة إيه اللي هيحصل. بس عايز أقول لك في البداية، اتحاد جدة متصدر الدوري بالعلامة الكاملة من غير محمد صلاح. اتحاد جدة متصدر الدوري السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة، 4 أسابيع أو 4 مباريات ب4 فوز، ومش فوز مثلا بنتائج بسيطة، لا، بنتائج وأهداف، يعني فريق قوي جدا جدا جدا. بس هل هيستفيد من محمد صلاح؟ أكيد أكيد. وموضوع إن هو هيستفيد إيه من ورا محمد صلاح دي هنحكيها لك في حكاوي كتير جدا. الجمهور يكفي إن هو حابب محمد صلاح، وده شيء يفرحنا جدا إن الجمهور السعودي أو جمهور اتحاد جدة حابب محمد صلاح نجمنا اللي احنا بنحبه، وفي مكاسب كتيرة جدا هنتكلم عليها. ولكن ايه اللي حصل وايه اللي دار عشان نكون فاهمين النقط دي باختصار؟ عايز اقول لك ان رئيس نادي ليفربول محطوط في مأزق شوية. الفريق ليفربول واقع الى حد ما، وهل هينافس ولا مش هينافس، وفين الصفقات اللي جابها ليفربول؟ يعني ساديو ماني مشي ونجوم مشوا من نادي ليفربول، فين البدائل بتاعتهم اللي جم ليفربول؟ طب يبقى النجم الوحيد اللي موجود دلوقتي او الابرز في ليفربول وفي الدوري الانجليزي كله هو محمد صلاح. طب هتفرط فيه؟ هتجيب مين؟ الجمهور محتاج انه يفرح. اللي محتاج المكسب هو صاحب النادي ورئيس النادي والعاملين جوه النادي، بيحسوا ان في صفقه اتباعت، في مكاسب ماديه دخلت. لكن الجمهور بيدفع فلوس عشان يشوف فريقه بيفوز، فهو اللي يهمه ان يشوف فريقه في المقدمه. فرئيس النادي او الاداره في ليفربول اجلت الصفقه لان الفريق ممكن يقع لحد ما يشوفوا الفريق هيبقى فين موقعه من المنافسه حتى نصل الى موسم الانتقالات الشتويه. يعني نص السيزون، نص الدوري، هنشوف ليفربول بقى عنده كم نقطه، هيقدر يكمل في المنافسة، هيطلع المركز الكام عشان ليفربول الموسم القادم إن شاء الله بإذن الله يبقى موجود في دوري الأبطال على الأقل. على الأقل الجمهور عايز فريقه يشوفه في دوري الأبطال، إن ما كانش هينافس على المركز الأول في الدوري. وإحنا شايفين ليفربول حالته عاملة إزاي في الوقت الحالي. نفس الكلام، يعني أقول لك حاجة، واتحاد جدة في الوقت نفسه كان ممكن يخلص الصفقة من بدري، ولكن في اهداف تانية خالص ممكن يخلصها، ولكن